تعالوا نشوف الناس في الشارع الأهلاوي شايفين إزاي التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق. بعد أول مباراة خاضها مع النادي الأهلي المدير الفني جديد ريكاردو سواريش، انطباعات الشارع الرياضي وخاصة جمهور النادي الأهلي عنه إيه؟ وما هي طموحاتهم وما هي أحلامهم مع هذا المدير الفني الجديد المغمور؟ في جمهور التالتة تعالوا بينا نشوف آراء الناس قالت إيه؟ كابتن مانويل جوزيه طبعا مش هيجيب لنا أي مدرب أي كلام، فطبعا أكيد درسه وعارفه واخد بال حضرتك، فطبعا كذا مدرب جه على النادي الاهلي غير مغمور، والنادي الاهلي هو اللي بيصنع المدرب حضرتك يعني، والنادي اصلا النادي الاهلي طبعا كل الدنيا عارفاه والعالم كله عارفه يعني. ينجح مع الاهلي؟ ينجح طبعا اكيد، وشخصيته قويه كمان يعني، ومع اللعيبه يعني، انت حضرتك شفته في اوضه اللبس شخصيته قويه وما بيعديش الغلطه الصغيره. فحضرتك ان شاء الله هينجح ومزيد من البطولات ان شاء الله، هياخد كاس مصر ان شاء الله. والله كان بدايه كويس، بس احنا برضو محتاجين نعرفه اكتر من كده بكتير. احنا بنسمع اللي هو مغمور، فبنتمنى يبقى زي فايلر وزي موسيماني. ما هو موسيماني ما كانش مشهور الا على مستوى القاره في جنوب افريقيا، لكن بيتمنى اللي هو يكسب مع الاهلي ويزيد في الاهلي كمان بطولاته ويبقى انجازاته، وده مال للاهلي بيبقى منصة اللي كبر من المدربين وبيبقى على مستوى القارة كلها. لا المدير الفني بصراحة بان عليه تشكيله حلو، التكتيك بتاعه ابتدى يتحسن مع اللعيبة، اللعيبة في تحرك شوية غير الماتش اللي فات، كان يدوبك عشان خط الهجمة مرتدة اللي بتبقى علينا بيرجعوا يعني بيتمشوا في الملعب، لا ده في حركة دلوقتي ابتدت تشتغل مع اللعيبة، إن شاء الله الماتش الجاي نشوف أحسن برضه. هو أداؤه جيد جدا، هو بس هو الأهلي فيه مشكلة في الدفاع بيرجع يدافع ببطء، فهو مع الوقت هيقدر يحل المشكلة دي ولا لا؟ احنا نتمنى يكون عنده طموحات كبيره تحقق امنيات جمهور النادي الاهلي الكبير العظيم. انما حته ان انا رايي في المدرب دلوقتي مش هنقدر نحكم عليه قبل 10 ماتشات مثلا عشان نقدر نقيم المدرب هل هو كويس وهيفيد النادي الاهلي ولا لا، بس انا شايف ان هو عنده حماس وعنده اراده ان هو يعمل حاجه للنادي الاهلي، فدي في حد ذاتها حاجه ان شاء الله تكون كويسه، وبنتمنى للنادي الاهلي ان يكون دايما في تقدم وكمان ناخد البطولات ونستمر على نفس النهج، لان المدرب النادي الاهلي بشخصيه النادي الاهلي لازم يملك المقومات كل مقومات النجاح، وده موجوده في الاداره اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي. انا شفته امبارح في الماتش كان شخصيه يعني كويسه واحسن اداره اللقاء يعني من خلال الماتش بتاع امبارح. شغله ظاهر على اللعيبه، لان اللعيبه الاول ما كانتش بتجري في الملعب كانت قاعده، دلوقتي اللعيبه بدات اللي هي تتحرك وبدات اللي هي تجري، بدا اللي هو يحمس الفريق، بدا اللي هو يشغل اللعيب على الهجمه اللي هي بتبقى مرتده بتبقى على الاهلي، بدا اللي هو يشغل اللعيب اللي هو يجري ازاي ينقذ هجمته ويقلب الهجمه بدل ما تبقى عليه تقلبها اللي هو تبقى ليه. انا شايف يعني بصراحه في الماتش اللي فات كان اداء الفريق كويس واداء اللعبه كويس جدا، وانا يعني شايف ان احنا نصب عليه شويه برضه ان شاء الله يطلع اللي عنده كله ان شاء الله، وهنشوف حاجه احسن من كده بكتير، فهو الصبر كويس عليه ان شاء الله، ان شاء الله هينجح ان شاء الله ينجح. فكره يعني فكره كويس، انا شايف فكره في الملعب كويس مبدئيا كده، وانا ما اقدرش اقيمه من اول مباراه، لازم اديله فرصته يعني مش اقل مثلا من 10 مباريات عشان يبدا ينفذ اللي هو رؤيته وخطته، واللعيبه تتعود على الخطه اللي بيلعب بيها. يعني مثلا ايام ما كانوا بيلعبوا مع موسيماني غير مع كابتن سامو قمصان غير مع كابتن ريكاردو، طبعا يعني بتختلف من كل مدرب من طريقه لاخرى. يعني هينجح ولا هيفشل دي حاجه بتاعت ربنا، بس انا شايف كبدايه يعني هو اي نعم سي في بتاعه مش قوي زي اللي جم قبله سواء بسيرو او غيره اللي ما حلفهمش الحظ في النجاح مع الاهلي. يعني هو اي مدرب يجي الاهلي بالنسبه له ان هو يجي الاهلي ده بالنسبه له نجاح.